تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع خبر وفاة الفنان العراقي كاظم ساهر في أحد المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت. وقد أشاعت هذه الصفحات أن سبب رحيل المطرب العراقي كيعود لتعرضه للتسمم، قيل إنه من زوجته المغربية حيث قامت بوضع السم له أثناء تناوله وجبة العشاء. بدوره الفنان كاظم ساهر ما عطاش أهمية للشائعات، تقام فقط بنشر يوم أمس الأربعاء عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع من أغنيته جديدة تأكيدا على وجوده أن الوفاة مجرد شائعة، وأرفقه بتعليق متمرد: أيضا أنا وحبيبتي متمردة، متمردان مميزان وعاشقان بعنفوان وحياتنا متجددة.